هذه المنطقة من سوريا قد تكون على موعد مع معركة تنهي الحلم الكردي السوري المشترك. الخريطة الجغرافية تتغير والمأساة تتواصل ولا حل سياسي بالأفق، فحلها لا يزال بعيداً عن أجندات الدول المتصارعة، حيث اشتباك المصالح يزداد في المنطقة برمتها. مصير المنطقة هو ليس الآن في خطر، هو في خطر منذ 9 سنوات، منذ أن بدأت الاشتباكات والثورة تحولت إلى مقاومة مسلحة والنظام استخدم السلاح. منذ ذلك الوقت مصير المنطقة على كف عفريت فعلا. يرى أهالي شمال سوريا أن المنطقة بين خيارين لا ثالث لهما، فإما الخطر التركي وإما الصدام العسكري مع الجيش السوري إن لم يتم الوصول إلى اتفاق مع الحكومة السورية قبل إكمال الجيش سيطرته على إدلب، المعقل الاستراتيجي للفصائل المسلحة الموالية لأنقرة. المستقبل هون مو واضح، لسه ما نعرف، لسه العالم كله بتوتر بتوجس، ما يعرف شو بده يصير. كل العالم ما بدها مواجهات عسكرية، بدها أمان، يعني ملت من القتال، من القصف، من التفجيرات. شمال سوريا أمام خيارين، إما الهجوم التركي أو الحكومة السورية بدها تيجي يصير اتفاق بين الشمال السوري وبين الحكومة السورية قبل ما يصير هجوم، وأملنا كبير بهالحل هذا، حل توافقي وبترجع سوريا كما كانت وكما يأمل الشعب ويتحسن الوضع ونعيش بأمان. ويتفق محللون وناشطون سوريون على أن الشعب السوري بات اليوم رهن للتسويات والصراعات الأقليمية والدولية بسبب لعنة الجغرافيا وتضارب مصالح الدول في هذه المنطقة المهمة.